اللي هي اجايل. احنا سمعنا الكلمة دي قبل كده يعني في السات، بس احنا هنتكلم في كل حاجة من البداية خالص كأننا ما نعرفش عنها اي حاجة. ماشي ماشي. طيب هنشرح ايه؟ تعال نشوف. دي الاجندة بتاعتنا النهاردة، دي الاجندة بتاعتنا، عايزة تكون تاني. ماشي. هنشرح الرابيد سوفت وير، وايه هي الاجايل مانيفستو، وايه هو البرنسبلز بتاعت اجايل، وايه هي البلان دريفن، او ايه الفرق ما بين بلان دريفن والاجايل، وايه هو الاكس بي، وايه هو السكرام. محاضرة هتبان طويلة بس هي لذيذة جدا وبسيطة جدا وسهلة جدا. طيب قبل ما نبدأ شرح عايزين بس نعرف حاجة، ثانية بس امسح. طيب سلايدز، خلينا كده نفكر سوا. دلوقتي البيزنس في تطور مستمر، او في كل شوية حاجة تطلع ترند، فاحنا محتاجين نلحق السوق. فهنلحق السوق ازاي؟ بان احنا نعمل رابد ديفلوبمنت وديليفري، يعني محتاجين نديفلوب بسرعة، محتاجين برضو نديليفري بسرعة، نعمل ديبلويمنت بسرعة، محتاجين نطلع فيرجنز بسرعة. صح صح. طيب علشان نعمل ده في ثلاث خصائص المفروض تحصل. ايه هي؟ اول حاجة مفيش وقت. يعني هو الرابد ديفلوبمنت او الرابد ديليفري معناه مفيش وقت حرفيا. طيب مفيش وقت، يبقى احنا مش هنعمل نو ديتيلز سبيسيفيكيشن، مش هنعمل سبيسيفيكيشن ديتيل فيها ديتيلز عن السيستم كله، مش هنعمل ده سبيسيفيكيشن كأني كتبتها عن السيستم كله، نو ديتيلز سبيسيفيكيشن سيستم سبيسيفيكيشن. امال هنعمل ايه؟ هل مش هنعمل دوكمنت؟ لا هنعمل دوكمنت، بس الايه؟ للموست امبورتنت، بس الموست امبورتنت ريكويرمنتس هي اللي هنعملها. موست امبورتنت ريكويرمنتس هي بس اللي هنعملها ايه؟ هنعملها سبيسيفيكيشن. طيب تاني خصيصه فيه ان محتاجه او مش محتاجين ان احنا نعمل السيستم من الالف للياء، لا احنا ممكن نعمل الموست امبورتنت ريكويرمنتس اللي احنا لسه ذكرناها فوق، ونعمل ديليفري او نعمل ديليفري للفيرجن ده. فاحنا هنعمل سيريس اوف فيرجن، كل شويه نعمل الاهم فالمهم، الاهم فالمهم، وفي نفس الوقت الكاستمر انفولفد معايا، الكاستمر انفولفد معايا في كل فيرجن. لو عايز يعدل، لو في اي تشينج ممكن يتشينج ونعملهم في الليتر فيرجن للسيستم. فاحنا بنطلع كل شويه فيرجن، والكاستمر معايا لو عايز يعمل اي تشينج اهلا وسهلا. طيب تالت خصيصه معانا اليو اي. اليو اي مش هنعمله يعني فروم الالف فروم اي تو زد برضه، او من الالف للياء، لا احنا محتاجين او بنستخدم انتراكتيف ديفلوبمنت سيستم كده يعمل لنا كويكلي يو اي، كويكلي كرييتد. يبقى احنا في اليو اي مش هنقعد نعمل يو اي بقى بكل تفاصيله، لا احنا نعمل كويكلي كرييتد. ليه؟ لان انا مهتمه ان انا اطلع وركينج سوفت وير اعمل له ديبلويمنت، ده كل اهتماماتي. فمش لسه هنضيع وقت في اليو اي، لا اعمل لي حاجه كده توصف لي الشكل هيبقى عامل ازاي وانا هطبق على طول. يبقى الثلاث خصائص بتوع الرابيد ديفلوبمنت والرابيد ديليفري ان السبيسيفيكيشن مش هنضيع فيها وقت، فالسبيسيفيكيشن بيكون للموست امبورتنت بس، بنطلع سيريس اوف فيرجنز، والكاستمر بيبقى انفولفد معايا لو عايز يعمل اي تعديل هنعمله لك في الفيرجن اللي جايه يا عم الحاج. طيب اليو اي بنعمله بسرعه. يبقى دي ثلاث خصائص. اول حاجه ان احنا بنقلل الدوكيومنتيشن على قد ما نقدر. نروح بقى للسلايدز هنلاقي اهو. ماشي اهو. ايه الخصائص بقى؟ ايه الكاركترستيك بتاعته؟ ان احنا مش هنعمل نو ديتيلد سبيسيفيكيشن، دي اول حاجه. ذا بروسيس سبيسيفيكيشن مش هنعمل نو ديتيلد سبيسيفيكيشن، هنعمل بس اهو اهي الديزاين دوكيومنتيشن. برضو الديزاين هيبقى يعني مش بس الريكويرمنتس، لا الديزاين كمان هنقلل الدوكيومنتيشن بتاعته او نعملها اوتوماتيك باي حاجه او باي بروجرامنج انفايرمنت. والحاجات اهي يعني هتكون اهي اليوزر ريكويرمنتس دوكيومنت هيكون بس للموست امبورتنت كاركترستيك او فيتشرز للسيستم. طيب هنطلع سيريس اوف فيرجنز، والاند يوزر والسيستم ستيك هولدرز هيكونوا يعني انفولفد معايا اهو، وهيعملوا ايفالويت لكل فيرجن، وهنقبل برضو ان هو ممكن يعملوا اي تشينج، وهنعمل رينيو ريكويرمنتس دي في الليتر فيرجن. والسيستم يوزر انترفيس بنعمل له كويكلي كرييتد باي سيستم ديفلوبمنت، باي ايه، اي برنامج كده يعمل لي يو اي بسرعه كده وخلاص.
الكلام الحلو اللي احنا سائلينه ده بأجايل. ما هي أجايل، هي رابد ديفلوبمنت ورابد ديليفري. أجايل أجايل بتعتمد ان هي بتعمل سيريس اوف فيرجنز برضو، فدي انكريمنتال، او الأجايل ميثود دي نوع من الانكريمنتال ديفلوبمنت اللي احنا كنا قايلينه من محاضرتين اعتقد. انكريمنتال ديفلوبمنت ان احنا بنطلع فيرجن كل اسبوعين او 3 اسابيع، بنطلع فيرجن، تعالى يا كاستمر، بص يا كاستمر، ده اللي انت عايزه، اه ده اللي انا عايزه، او يقول لا انا عايز اضيف كذا، فيضيف ريكويرمنتس جديده، خلاص يا كاستمر هنعمله لك في نيو فيرجن، تعالى يا كاستمر بص يا، وهكذا. فدي الاجايل، دي فكره اجايل. وهي برضو ان هما يعني احنا سائلين ان هما برضو بيعملوا مينمايز للدوكيومنتيشن، بيعملوا دوكيمنت بس للحاجات المهمه بس، ماشي. فده ياخدنا لحاجه اسمها اجايل مانيفيستو. يعني ايه بقى اجايل مانيفيستو؟ الناس اللي عملوا اجايل دول ايه المانيفيستو بتاعهم، او ايه البيان اللي هم طلعوه؟ انا مش عارفه هي تقريبا ما تكتبش كده، ماشي. مانيفيستو تقريبا، ماشي. ايه بقى الحاجات اللي هم بيهتموا بيها على حساب حاجات تانية؟ اول حاجه احنا قلنا ان احنا بنشتغل رابد، يعني احنا محتاجين نطلع رابد ديفلوبمنت ورابد ديليفري. احنا لو هنتكلم يعني عن رابد ديفلوبمنت، لو ما اهتمناش بالناس بتوعنا، الناس اللي هم الديفلوبرز والتسترز حتى الكواليتي اسمه ايه، بزنس انالست والناس دي، لو ما اهتمناش بيهم وبين الانتراكشن بتاعتهم مع بعض، الدنيا هتتاخر جامد. يعني مش هيبقى رابد، يعني هيبقى فيه مشاكل بقى، وهيبقى فيه حاجات وحاجات هتعطل الديفلوبمنت بتاعنا. فاحنا مش عايزين كده، فاحنا بنهتم بالانديفيدوالز، الافراد اللي معانا اللي شغالين مطلعين عينهم دول، والانتراكشن بينهم، انتراكشنز على حساب التولز، على حساب التولز والبروسيس نفسها. فاحنا اهم حاجه عندنا، هل احنا مش بنهتم، او اهم حاجه عندنا الانديفيدوال والانتراكشن اهم من التولز والبروسيس؟ هل احنا مش بنهتم بدول؟ لا، احنا بنهتم بدول جدا على فكره، بس الاهم عندنا هم الافراد اللي شغالين. يعني الافراد اللي شغاله اهم من الالات، واهم من البروسيس، واهم من الحاجات دي كلها. تمام. تاني حاجه برضو ان احنا قلنا ان احنا بنطلع كل اسبوعين او 3 اسابيع بنطلع فيرجن، او بنطلع ورك او working software. فاحنا بنهتم ان احنا نطلع working software، وقلنا ان احنا بنقلل ايه، بنقلل documentation على احنا بنهتم بالworking software ده على حساب ان احنا نطلع documentation او details documentation. تمام. طيب يعني هل احنا مش بنهتم بالدوكيومنتيشن؟ لا، احنا قلنا ان احنا بنهتم، احنا قلنا ان احنا بنعمل دوكيومنتيشن للمين فيتشرز او الموست امبورتنت فيتشرز. فاحنا كده مهتمين بالدوكيومنتيشن، بس مش بنعمل كومبريهنسيف دوكيومنتيشن، مش بنعمل ديتيلز او ديتيلد سيستم دوكيومنتيشن، مش بنعمل كده. لا، احنا مهتمين ان احنا نطلع سوفت وير، وركينج سوفت وير الكاستمر يشوفها ويحس ان فلوسه ما راحتش هدر، احسن من او اكتر من ان احنا نعمل ديتيلز دوكيومنتيشن. وعاده عشان احنا اصلا بنقبل التغيير او بنقبل التشينج، فالدوكيومنتيشن مش هتكون كويسه، لان هيكون فيها تغيير كتير وده هيضيع لنا وقت. واحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نرابط الديفلوبمنت. تمام. يبقى انا اول حاجه بهتم بالافراد الانديفيدوال انتراكشنز على حساب التولز والبروسيس. اه بهتم بالتولز والبروسيس، بس مش على حساب الناس اللي شغاله معايا. بهتم ان انا اطلع وركينج سوفت وير على حساب ان احنا نعمل كومبريهنسيف دوكيومنتيشن، مش دوكيومنتيشن بس، لا، ديتيل دوكيومنتيشن او كومبريهنسيف دوكيومنتيشن. احنا مش بنهتم بده، احنا بنطلع بس الموست امبورتنت. طيب تالت حاجه بنهتم، احنا قلنا ان الكاستمر انفولد معانا، فبنهتم بالكاستمر كولابوريشن، التعاون بيننا وبين الكاستمر. كولابوريشن على حساب ايه بقى؟ على حساب الكونتراكت، العقد، العقود اللي بتتعمل. فانت ماشي، انت كاستمر هتبقى معانا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع وتشوف الوركينج سوفت وير بتاعك. هل
هتدي يعني لو حاجة زي كده، لو انا مثلا بصرف فلوسي في حاجة او بستثمر فلوسي في حاجة وكل شوية الاقي حاجة شغالة، فانا مش مهتمة خلاص بالعقد اللي احنا عم ماضيينه سوا، ومش هاجي طالبك بانت كنت مفروض تعملي كذا كذا، لا انا شايف شغل بيتعمل. فاحنا بنهتمش او بنهتم بالكونتراكت، طبعا لازم 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 نهتم بالكونتراكت، ونهتم بالعقود، ونهتم بالمفاوضات والحاجات دي كلها، بس مش على حساب الكاستمر كولابوريشن. يعني احنا بنهتم بالكاستمر بتاعنا وبنحب الكاستمر بتاعنا وبنفولفد، يعني بنخليه انفولفد معانا في كل الخطوات، والكونتراكت برضه معاك بس الكاستمر اهم. تمام. رابع حاجه التشينج، ما احنا بنقبل التشينج، فاحنا ريسبوندنج تو تشينج دي اهم من ايه بقى؟ ريسبوندنج تشينج دي اهم من ايه؟ من ان احنا نفولو بلان، ان احنا نعمل بلان بتقولي السيستم ده من A to Z، برضو مش عارفه اعمل لك كتير ليه، من A to Z بيعمل ايه؟ اصل احنا هنتشينج، فاحنا ازاي هنعمل بلان يعني ستريكتد جدا واحنا اصلا بنقبل التشينج؟ احنا ممكن نعمل تشينج في اي وقت. تمام، فدي المانيفستو اللي هم ماشيين عليها، اللي هو ايه؟ ان احنا بنهتم بالافراد بتاعتنا وبالانتر اكشن ما بينهم اهم من التولز والبروسيس. بنهتم ان احنا نطلع وركينج سوفت وير عن ان احنا نعمل كومبريهنسيف دوكيومنتيشن. بنهتم بمشاركه الكاستمر بتاعنا او الكولابوريشن بتاع الكاستمر معانا على حساب او اهم من الكونتراكت او النيجوشيشن. بنهتم ان احنا نريسبوندنج تو تشينج اهم من ان احنا نفولو بلان ستريكت. تمام. طيب لو جينا شفناها الاجايل مانيفستو، بتسجل الحمد لله ماشي. لو جينا شفنا الاجايل مانيفستو ثانيه، فنلاقي اهو ان احنا بنهتم بالانديفيدوال انتراكشنز اوفر البروسيس والتولز، بنهتم بالوركينج سوفت وير اوفر الكومبريهنسيف دوكيومنتيشن، بنهتم بالكاستمر كولابوريشن اوفر الكونتراكت نيجوشيشن، بنهتم بالريسبوندنج تو تشينج اوفر ان احنا نفولو بلان للسيستم بتاعنا. طيب احنا قلنا هنتكلم عن ايه عشان بس نبقى على الخط مع بعض؟ لا ما تزعنيش، لا ما تزعنيش. طيب انا كتبت الاجنده تاني، انا حزين. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ مش عنك ماشي. احنا اتكلمنا عن الرابيد ديفلوبمنت والرابيد ديليفري، واتكلمنا عن الاجايل مانيفستو. عايزين بقى نتكلم عن البرينسيبلز اللي هم ماشيين بيها. حلو. طيب ايه بقى البرينسيبلز هم ماشيين بيها؟ خلينا نتناقش برضو سوا ايه بقى البرينسيبلز ان احنا ممكن نستشفها من المانيفستو دي. ومش ده المانيفستو او البيان بتاعهم اللي هم قالوا ان هم بيعملوا كذا كذا كذا؟ طيب ايه بقى البرينسيبلز اللي احنا ممكن نستشفها من ده؟ طب مش احنا ممكن نقول ان هم مثلا لو جينا مثلا على الانديفيدوال اند انتراكشنز دي بيهتموا بالبيبل نوت البروسيس، يبقى هم بيهتموا بالبيبل نوت بروسيس، يبقى ده اول برينسيبل معانا. طيب الوركينج سوفت وير، طب مش احنا ممكن نقول ان هم بيهتموا بالانكريمنتال دليفري؟ يبقى ده مبدا تاني مبدا عندهم. طيب مش احنا ممكن نقول في حوار الكاستمر كولابوريشن ده، ممكن نقول ان الكاستمر انفولفد معايا ان الكاستمر انفولفمنت، يبقى ده تالت مبدا ليهم. طيب مش احنا ممكن نقول هنا ان هم بيهتموا او ليهم مبدا كده ان هم بيامبريس التشينج؟ طيب يبقى ده تمام. طيب ايه تاني؟ نسيت. فاحنا ممكن نستشف كده البرينسيبلز من المانيفستو. فدي البرينسيبلز بتاعتهم اهي اهي. تعالوا نجيبها من هنا اصلا اهي. الكاستمر انفولفد، يبقى احنا قلنا ان اصلا من المانيفستو بتاعتنا ان احنا بنهتم بالكاستمر كولابوريشن على حساب الكونتراكت، يبقى دي الكاستمر انفولفد. انكريمنتال ديليفري، احنا بنهتم ان احنا نطلع سيستم او سوفت وير او وركينج سوفت وير كل اسبوعين مثلا، ان اتش انكريمنت اهي. طيب البيبل نوت بروسيس، ما احنا اصلا قلنا ان من المانيفستو بتاعتنا
من ضمنها يعني ان احنا نهتم بالانديفيدوال والانتراكشنز على حساب البروسيس والتولز. الامبريس تشينج، احنا قلنا اصلا ان احنا بنريسبوند تشينج تو تشينج اوفر ان احنا نفولو بلان عمية. المينتين سمبلستي، اهم حاجه في اجايل البساطه. يعني انت بتركز وانت بتبني السوفت وير بتاعك على البساطه، تمام؟ ليه؟ لان انت بتطلع رابد سوفت وير، يعني انت عايز تبقى، ما هو انت فيش وقت اصلا تبقى كومبلكس، او ما فيش وقت تعلي الكومبلكسيتي بتاعتك في الشغل. لا، انت عايز حاجه بسيطه بس تفي الغرض، لكن بسيطه. فاحنا لازم نهتم برضو ان كل حاجه تبقى بسيطه علشان ان احنا يعني نطلع سوفت وير بسرعه. وفي نفس الوقت برضو من وجهه نظري الشخصيه، عشان التشينج مع الحاجه لو مش بسيطه مش هقدر اغير فيها بسرعه. بس دي وجهه نظر شخصيه يعني. بس ايه، طيب هل اجايل ينجح او ممكن اعمل بيه اي نوع من السيستم؟ الحقيقه لا. اجايل احنا قلنا حتى من خصائصه كده ان هو رابد، وان هو مش بيبقى عايز يزود كومبلكس. احنا عايزين نبقى الحاجه بسيطه على قد ما نقدر. فمعنى كده ان هو مش هينفع ليه بروجكت كبير او بروجكت ضخم او يعني كومبلكس جدا، لا هو مش هينفع لده. فهو بينفع لايه؟ بينفع لسمول اور ميديوم سايزد برودكت يكون سمول او ميديوم، ماشي، بسيط. وبينفع برضو للكاستمر سيستم، كاستم سيستم ديفلوبمنت. يعني اللي هي الكاستمر كاستمايزد برودكت، اللي هي اللي كانت بتتعمل لحاجه لحد معين او لاورجانيزيشن معين، تمام؟ فيعني محتاجين فيه ان هو يكون فيه كوميتمنت ما بين احنا والكاستمر علشان يكون انفولفد معانا. طيب هل البرنسبلز بتاعت اجايل دي بتتطبق او يعني دايما بتتطبق او سهل ان هي تتطبق؟ الحقيقه لا، هي بتبقى صعبه شويه. في ايه بقى؟ يعني انت مش دايما هتلاقي كاستمر انفولفد معاك. يعني هي بتعتمد على الكاستمر، بتديبندس اون هافينج كاستمر عنده استعداد ان هو يقضي وقت معاك مع الديفلوبمنت تيم، وتقعدوا تناقشوا بقى، وكل اسبوعين يجي يشوف الوركينج سوفت وير الجديد. مش كل الكاستمرز هيبقوا كده، ومش كل الناس عندها وقت يعني ان هي تبقى فاضيه بالطريقه دي، ومش كل الناس عندها القابليه لده، فاهمين؟ فده بيبقى صعب ان هو يتحقق. تاني حاجه صعب ان هي تتحقق لو 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 التيم ممبرز بتوعي كل واحد فيهم شغال لوحده، فانا كده ما حققتش الانتراكشن، ما فيش اصلا انتراكشن ما بينهم. طيب لو في تشينج، هل احنا بنقبل اي تشينج؟ لا، احنا بصراحه مش بنقبل اي تشينج. بس حتى ان احنا نرتب التشينج دي على حسب الاولويه صعب. ليه؟ لان انت عندك يعني ستيك هولدرز كتير، وكل ستيك هولدرز عايز حاجه، فبيبقى صعب جدا انت ترتب اولويه التشينجز دي على بعض. المينتيننج سمبلستي، انت عايز الكود بتاعك، انا حاسه انا قلتها فوق غلط، بس هي معناها ان انا عايز الشغل بتاعي يكون واضح، الكود بتاعي يكون بسيط وسهل ان هو يتقري، سهل ان هو يتعدل عليه وهكذا. فده بيبقى صعب لان انت عندك اصلا بريشر، عندك ضغط ان انت تدليفري بسرعه. انت محطوط يعني تحت ضغط جدول بتاع ان احنا نسلم، فده صعب ان انت مع التسليم السريع ده ان انت برضو كودك يبقى مقري، او كودك يبقى سهل وبسيط، او شغلك حتى يبقى بسيط، تمام؟ ايه تاني؟ اللارج كومبنس لو تفتكروا في اللارج سيستم كنا بنتكلم عنه، كنا بنقول ان هو بيحتاج استراكشر واضح يمشوا عليه، يعني بيحتاج بلان واضحه يعرفني السيستم ده هيشتغل ايه، ويعني من اول من بدايه خالص. فانا ما اقدرش اعمل ده مع اللارج كاستم، يعني ما اقدرش اعمل اجايل مع اللارج كومبانيز، ان اصلا الكرش بتاعتهم ما بتتغيرش على طول، يعني بتقعد كتير قوي اصلا على ما تتغير. فانا مش محتاج اغير، ومش محتاج برضو حاجة انفورمال. لا، انا عايز حاجة فورمال تكون استركشن بتاعها واضح، واكون عارف كل عنها كل حاجة، ماشي؟
شويه ان احنا بنهتم ان احنا نطلع وركينج سوفت وير على الدوكيومنتيشن او على الكومبريهنسيف دوكيومنتيشن. فاجايل شايفه ان الدوكيومنتيشن دي تضيع وقت ان انا اقعد واعمل دوكيومنتيشن، وخاصه ان الفورمال دوكيومنتيشن بتديسكرايب السيستم زي ما انا عماله اقول كل شويه من الالف للياء. يعني انا لازم اكون وصفه السيستم وصف فور، يعني طالما هي فورمال يبقى عايزه وصف مفصل. وبرده ان هي مش بتبقى دايما اب تو ديت. ليه؟ لان انا بغير، انا كل شويه اعمل تشينج كل شويه اعمل تشينج، فالدوكيومنتيشن اصلا عملناها في الاول دي اتغيرت، فهي مش اب تو ديت معايا في التغييرات اللي حصلت. فعشان كده اجايل بيشوفوا ان الدوكيومنتيشن دي تضيع وقت. ماشي. اهو يعني انا مهتمه اكتر ان انا اطلع هاي كواليتي وريدبل كود عن ان انا اعمل دوكيومنتيشن. فعشان كده هم بيبذلوا الوقت او بيبذلوا الجهد الاكبر في الكود امبروفمنت على، وبيعندهم ايه lack of documentation، انهم اصلا مش مهتمين بالدوكيومنتيشن زي ما مهتمين ب الوركينج سوفت وير او الكود يكون مقروء يعني. طيب احنا نخش على ايه بقى دلوقتي؟ هنخش على تمام دي تمام ودي تمام ودي تمام. ماشي. هنخش بقى على ايه الفرق ما بين البلان دريفن واجايل. احنا قلنا لو تلاحظوا يعني كنت قلت ان المحاضره طويله، بس لا هي بسيطه يعني، فاهمين؟ بسيطه ان شاء الله. طيب ثانيه، زي ما قلنا ان مش كل الابلكيشنز او مش كل السوفت وير او مش كل السيستمز هتكون ينفع ان احنا نعمل لها او نمشي بيها يعني، او نمشي باجايل فيها. ماشي. ممكن احتاج ان انا امشي بلان دريفن. بلان دريفن دي لو بتفتكر اللي هو لوتر فول يعني، او البلان دريفن لوتر فول. طب يعني ايه اشتغلوا بلان دريفن وايه اشتغلوا اجايل؟ ده هنعرفه من الكام سؤال دول. لو انا عندي مهم ان انا اعمل very detailed specification، هل استخدم اجايل؟ لا مش هستخدم اجايل. يبقى هستخدم ايه؟ هستخدم بلان دريفن. لو انا عايز incremental delivery strategy هستخدم اجايل من غير ما نكمل. ماشي. او اهو او deliver software to customer او get rapid feedback منهم، ده كله اجايل. large system لا مش هينفع اجايل. طالما قلت large system يبقى ده بلان. ماشي. اجايل احنا قلنا هو ان هي بتكون مع السمول كولوكيتد تيم، اللي هم يعني يكون مع بعض، اللي هم يقدروا ان هم يتكلموا مع بعض بشكل انفورمال، واللي هي السمول برودكتس او ميديوم اللي احنا كنا سائلنا من شويه. فلارج سيستم مش هتنفع مع اجايل. طيب احنا فين؟ اعتقد نفس السؤال. ماشي. لو سيستم بيحتاج a lot of analysis before implementation، هل انا هعمل اجايل؟ لا مش هستخدم اجايل، هستخدم بلان دريفن ابروتش. طيب what is expected system lifetime؟ في اللونج لايف تايم سيستم، اللي هو السيستم اللي هي ما بتتغيرش او بتتغير على مدى بعيد قوي او طويل قوي، دي بتحتاج مور ديزاين دوكيومنتيشن. احنا محتاجين ديزاين دوكيومنتيشن كويس جدا، محتاجين دوكيومنتيشن كويس جدا عشان نكوميونيكيت فيها، فمش هينفع اجايل. وقتها هنحتاج بلان دريفن عشان نكون مخططين لكل حاجه. طيب صبرت. ماشي. النقطه دي مهمه جدا. ماشي. مهمه جدا ان اجايل يعني هما بيهتموا بالبيبل والانتر اكشنز والانديفيدوالز والحاجات دي كلها، بس هما بيحتاجوا تولز عاليه جدا. يعني اي حاجه فيها هاي تكنولوجي او هاي اسمها ايه يا ربي، يعني تكنولوجي عاليه جدا، ده اجايل. يعني لو انا عايزه سيستم او انا هقدر اوفر للسوفت وير ده جود تولز عشان اعمل بروجرام شيء مش مهم واناليسيس، فانا محتاجه اجايل. لو انا هقدر اوفر لاجايل بيئه مناسبه او انفايرمنت مناسبه اللي فيها تكنولوجيز عاليه جدا، يبقى اجايل. لان اجايل بتحتاج هاي تكنيكال سكيلز، وبرده اللي هيشتغل اجايل لازم يكون عنده هاي تكنيكال سكيلز. يعني هي مش هتاخد حد، احنا عايزين نعمل، يعني انا بكرر الجمله دي كتير، بس احنا عايزين رابد ديفلوبمنت ورابد ديليفري. فانا مش لسه هجيب واحد يتدرب عندي واعلمه من الاول، لا، اللي بيتعلم ده يتعلم على الحاجات اللي هي البلان دريفن او الووتر فول،
ولما يكون هاي كواليتي او هاي كواليتي هاي تكنيكال سكيلز، عنده سكيلز عاليه وخلاص وصل للمرحله دي، خلاص يشتغل اجاي. لان احنا عايزين رابد ديفلوبمنت، فاي حاجه فيها هاي تكنولوجي او هاي سكيلز يبقى ده ايه، يبقى ده اجاي. طيب هنا اللي بيقول التيم ديستريبيوتد، كل واحد من التيم كل واحد من التيم في بلد شكل، هل هنستخدم اجاي؟ لا، يعني احنا مهتمين جدا بالانتر اكشنز والانديفيدوالز، والانديفيدوالز والانتر اكشن. ما فيش انتر اكشن فمش هستخدم اجاي، هستخدم بلان دريفن. طيب كالتشر ايجنتس بتاثر على السيستم ديفلوبمنت بتاعي، يبقى انا محتاجه اوريهم السيستم ده من برضو عشان بقولها كتير ليه، من الالف للياء بيعمل ايه، محتاجه بلان يعني مفصله عشان الكالتشر ايشوز دي تروح. فانا محتاجه اوريهم الكالتشر ان انا هبنيها والبلان بتاعتي كامله علشان ما يحصلش حاجه. فانا وقتها مش هستخدم اجايل، هستخدم بلان دريفن. لو اهو هاير سكيل ليفلز من الديزاينرز والبروجرامرز يبقى انا هستخدم اجايل، لو مش عندي لا مش هينفع استخدم اجايل. ايه تاني؟ لو علشان اعمل السيستم بتاعي محتاجه ابروف او محتاجه موافقه من منظمه او من منظمه خارجيه او من حكومه مثلا، فمحتاجه بلا لازم علشان اعمل سوفت وير او من الكليه مثلا، فمحتاجه بلا اوريهم ديتيلد دوكيومنتيشن عن ال اسمه ايه، مش عارفه علق لي، عن السيستم بتاعي. فلو انا هروح لهيئه معينه اعمل لها سيستم، او انا محتاجه موافقه هيئه معينه عشان اعمل السيستم بتاعي، يبقى انا محتاجه برضو بلان. فانا وقتها مش هستخدم اجايل، لا انا هستخدم ايه، البلان دريفن. فانا زي ما احنا شايفين ان مش شرط او اجايل مش هينفع مع كل الابلكيشنز، لا انا ممكن استخدم بلان دريفن، وبلان دريفن مش وحش، لا هو بلان دريفن مناسب لنوع سيستم معين او نوع ابلكيشنز معينه، والاجايل مناسب لنوع ابلكيشنز تاني. فمفيش احسن ومفيش اوحش، احنا على حسب نوع السيستم احنا بنستخدم ميثود معين. طيب كده وصلنا للاكس بي، وكده خلصنا دي، ووصلنا بقى للاكس بي والسكرام. اتكلمت عن الاجايل بشكل عام كفكره، هي اجايل مش حاجه خاصه بالبروجرامنج بس، لا هي طريقه شغل ممكن اي حد في اي مجال يستخدمها. ماشي، ايه بقى الابروتش او ايه الابروتش بتاعه الاجايل دي؟ هما الاثنين دول، الاكس بي والسكرام، او الاكستريم بروجرامنج والسكرام. سكرام اللي هنقول مش كمان شويه. ماشي، خلينا نبدا بالاكس بي. قبل ما نبدا نقول الاكس بي او نتكلم عن الاكس بي، عايزين نشيل مصطلحين، مصطلح واحد سوري. ايه بقى المصطلح عايزين نشيله ده؟ المصطلح ريكويرمنتس دي عايزين نشيلها، هنبدلها بايه؟ هنبدلها بيوزر ستوري. يوزر ستوري، طيب ليه يوزر ستوري؟ ما هو اصل الريكويرمنتس دي اتقالت لي او اتحكت لي عن طريق اليوزر، فدي تبقى القصص اللي اليوزر عايزها. ماشي، فاحنا هنحول الريكويرمنتس دي يوزر ستوري. طيب هنمشي ازاي بقى؟ او حاجه كمان، الفيرجن هنقول عليه ريليز. ماشي، الفيرجن هي يعني، بس هنقول عليه ريليز. ماشي، وفي الاكس بي احنا شغالين بير. يعني ايه بير بروجرامنج؟ هنعرف كمان شويه. بير بروجرامنج دي اهم ثلاث حاجات. ماشي، في الاكس بي بقى بنعمل ايه؟ احنا هنعمل ريليز، يعني ده الريليز اللي احنا هنعمله. ماشي، فبنعمل ايه؟ بنسلكت يوزر ستوريز للريليز ده، فبنسلكت يوزر ستوريز، يوزر ستوريز فور ذس ريليز، بنسلكت يوزر ستوريز معينه للريليز ده. بعدين بنقسم اليوزر ستوريز دي لتاسكس، بنقسم اليوزر ستوريز انتو تاسكس، مجموعه تاسكس. بعدين بنعمل بلان للريليز ده. احنا قلنا ان البلان بتاعتنا مجرد ان احنا بنقول ايه هي الموست امبورتنت فيتشرز اللي احنا هنعملها في الريليز ده. طيب بعدين حاجه هنا مميزه، ان احنا بنديزاين التستنج او التست كيسز قبل
ما نعمل development قبل before ال development بعدين بعدين بن يعني بنعملهم integration مع بعض. بس احنا بنعمل الاول testing بعدين بنعمل development بعدين ايه بنintegrateهم مع بعض ماشي. بعدين في الاخر بنريليز الفيرجن ده او السوفتوير ده سوفتوير ماشي. وفي اخر حاجة خالص بن evaluate السيستم. بن evaluate السيستم عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا بناخد التست كيس اللي احنا عملناها ديزاين هنا ونطبقها مع السوفتوير يعني او الديفلوبمنت سوفتوير. طيب خلينا نروح للسلايدز كده عشان نشوف الكلام اللي هنا اهو. الاكسبي دي most widely used في الاجايل ميثود. دي اكتر حاجة بتستخدم ودي اللي عملها اسمه باك فاين مش مهم ماشي. في الاكس بي احنا بنعمل نيو فيرجنز اوف سيستم ان النيو فيرجنز بتاعه السيستم بيعملها ديفلوبمنت او بيحصلها ديفلوبد باي ديفرنت بروجرامرز وبيحصلها انتجريت اند تيستينج اند تيستد في يوم واحد. يعني ايه؟ يعني انا كل بير بروجرام مش عارف اتكلم ليه. كل بير بيعملوا ديفلوب للتاسك بتاعتها او للتاسك بتاعتهم فاحنا بنسميها ان هم بيعملوا نيو فيرجن. فكل واحد او كل ديفرنت او كل بروجرامرز او كل بير بيعملوا فيرجن بعدين بنعملهم انتجريتد مع بعض. ده كله بيحصل وتستنج ده كله بيحصل في يوم واحد ماشي. ده من امثله يعني اللي احنا بنعمله في الاكس. طيب اليوزر ستوريز احنا قلنا دي سيناريوز اللي حكاها اليوزر بنقسمها او بنحولها بعد كده ان هي بتبقى سيريس اوف تاسكس. يعني اليوزر ستوري الواحده بيكون فيها سيريس اوف تاسكس. هنا في اكس بي بنشتغل بيرز بنعمل ديفلوب للتست قبل ما نبدا رايتنج للكود بتاع الديفلوبمنت. يعني احنا بنعمل ديفلوب او بنديزاين تيست كيسز الاول قبل ما نديفلوب. بعدين بعد ما نديفلوب لازم الكل التستس ان احنا عملناها يحصل لها اكسكيوت على الكود ده قبل ما نعمل لها او بعد كده نعمل لها انتجريتد مع السيستم ماشي. في شورت تايم جاب بين ريليز اوف السيستم. كل ريليز والتاني بيكون قبلهم فتره صغيره. احنا قلنا ان ما بتتعداش الاسبوعين او 3 اسابيع بيكون في ريليز جديد. ده اللي احنا كنا قايلينه. وهي بتمشي ازاي؟ ان احنا اول حاجه بنسلكت يوزر ستوريز عشان نعملها ريليز ده بنقسمها لتاسكس بعدين بنعمل بلان بعدين بين ديفلوب انتجريت تيست سوفت وير بعدين بريليز السوفت وير بعدين من ايفالويت السيستم. طيب ايه بقى البراكتس او ايه البرنسبلز اللي احنا بنمشي عليها في الاكس بي؟ اول حاجه الانكريمنتال بلاننج. الانكريمنتال بلاننج دي اللي احنا قلنا ان احنا بنمسك الستوري كارد او بنمسك اليوزر ستوري بنقسمها لايه؟ بنقسمها لتاسكس. فاحنا كل شويه بنعمل بلان لتاسكس معين او تاسك معين. اهم اتنين هنا الايه الفين يا ربي البير بروجرامنج والتست فيرست ديفلوبمنت. يعني احنا بنتست الاول قبل ما نعمل ديفلوبمنت. السمول ريليزز احنا كل شويه بنطلع ريليز وبيكون في او بنطلع سمول ريليز وبيكون الفرق ما بينهم قليل. سيمبل ديزاين مش محتاجين ان احنا نعمل ديزاين لسه كنا قايلينها من شويه. مش محتاجين نعمل يو اي جامد لا احنا ممكن كويكلي كده نعمل يو اي والريفاكتورنج. ان هقول لكم على حاجه. بيري بروجرامنج ده بيبقى شخص قاعد بيكتب كود ومعاه شخص تاني بيوجهه ماشي. هنقولها كمان شويه. فده بيسهل لي ان احنا بنعمل ريفاكتور للكود بتاعنا. ده انت كاتب التلات سطور دول ممكن نعملهم في سطرين. الخمس سطور دول ممكن نعملهم في سطرين. احنا كل شويه نعمل ريفاكتور للكود بتاعنا علشان اهو كونتينيوسلي عشان يعني او بنعمل امبروفمنت للكود اهي عشان نخلي الكود سيمبل ومنتن قابل للتغيير ماشي. عشان نخلي الكود دايما سيمبل وقابل للتغيير. بديل البرينسيبلز بتاعتنا. بعدين في حاجه تانية برضو الكولكتيف اونرشيب. يعني ايه؟ يعني كلنا اللي شغالين مسؤولين عندنا متحملين مسؤوليه السوفت وير ده او الديفلوبمنت بتاعنا. كلنا متحملين مسؤوليه تمام. الكونتينوس انتجريشن كل ما تاسك يحصل لها كومبليت بنعمل لها انتجريتد او بنعمل تست الاول بعد كده لو تمام بنعمل لها انتجريتد مع الباقي السوفت وير. بعدين السستينابل
بيس. يعني ايه سيستم بيس؟ يعني حوار ان احنا نعمل اوفر تايم وكل شويه نحمل الموظفين اوفر تايم ويشتغلوا اوفر تايم، ده مش عندنا. ليه؟ لان انت معتمد على البرودكتيفيتي، انت معتمد على اداء الناس اللي معاك. وزي ما كنا قايلين من شويه ان البرنسبلز اصلا بتاعه اجايل، ان احنا بنهتم بالانديفيدوالز، بنهتم بالافراد اللي معانا على حساب اي حاجه تانية، او على حساب التولز وحساب البروسيس نفسها. فانا لو هحمل الموظفين بتوعي كل يوم مثلا يشتغلوا اوفر تايم، ده هيقلل البرودكتيفيتي بتاعتي، وانا مش عايزه كده. انا عايزه الكود كواليتي بتاعتي تبقى دايما عاليه، فانا مش عايزه حاجه تقلل لي الكواليتي دي او البرودكتيفيتي دي. تمام. اون سايت كاستمر، ان بيكون عندي شخص بيبقى اذا يعني هو بيكون اكنه الكاستمر، بيبقى ريبريزنتيتيف عن الاند يوزر او عن الكاستمر. يبقى احنا لو هنقولهم سريعا او هنفتكرهم سريعا، هي اصلا شبه البرنسبلز بتاعت اجايل، هي او شبهها شويه، او هي يعتبر. بس الفرق ان دي مهمه جدا، احنا بنشتغل بير، احنا بنشتغل هنا في الاكس بي بير بروجرامنج. ومعناها ان الديفلوبرز بيشتغلوا ان بيرز، كل واحد بيتشيك على الكود، او كل واحد بيتشيك على الورك بتاع الشخص التاني وبيسبورته كده. طيب يبقى البرنسبلز بتاعت الاكس بي ببساطه هي انكريمنتال بلاننج، احنا كنا قايلين ان احنا بنقسمها لتاسكس، فكل شويه بنعمل بلان للتاسك. طيب سمول ريليز، احنا كل شويه نعمل سمول ريليز، شبه اجايل جدا. طيب سيمبل ديزاين، احنا مش مهتمين بالديزاين، مش مهتمين نعمل يو اي جامد جدا، لا احنا ممكن نعمله كويكلي كده عشان نعمل سوفت وير، او احنا مهتمين بالكود اكتر. طيب دي مهمه، التست فيرست ديفلوبمنت، اول حاجه بنعملها تيست، بعد كده بنعملها ديفلوبمنت، بعدين بعد ما نخلص ديفلوبمنت بنطبق التست كيسز اللي احنا عملناها على الديفلوبمنت. الريفاكتور، ان احنا كل شويه بنريفاكتور الكود بتاعنا عشان يفضل دايما سهل وقابل للتغيير. البير بروجرامنج، وانها الكولكتيف اورنشيب، كل واحد فينا متحمل مسؤوليه السوفت وير ده. الكونتينوس انتجريشن، كل ما تاسك بتخلص بنعمل لها تيست، لو تمام خلاص يعني مظبوطه، خلاص اعمل انتجريتد مع الهول سيستم. ماشي. طيب السنتينابل بيس، السنتينابل بيس دي مهمه برضو قوي. السنتينابل بيس معناها ان انا بقلل او ما بعملش اوفر تايم كبير علشان ما اقللش البرودكتيفيتي بتاع التيم بتاعي، عشان انا بهتم بالانديفيدوالز لو تفتكروا. اون سايت كاستمر، ان يكون في دايما عندي ريبريزنتيتيف للكاستمر، اقدر اساله في اي وقت ويقدر يجاوبني على اسئلتي. ماشي. دي نفس الكلام تاني. انكريمنتال ديفلوبمنت، اهي ان كل شويه بنعمل فريكوينت ريليزز اوف سيستم، كاستمر انفولفد معايا على طول. البيبل نوت بروسيس، مهتمين دايما بالبيبل. التشينج، نقدر نعمل تشينج، مينتيننج سمبلستي، دايما عايزين الحاجه تبقى بسيطه، اللي هي ريفاكتور. دي ريفاكتورنج، ان احنا بنعمل دايما ريفاكتور عشان الكود يبقى بسيط. طيب الريكويرمنتس بقى سيناريوز، خلينا نتكلم عن اليوزر ستوريز. طيب في السيناريوز او في الريكويرمنتس سيناريوز او في اليوزر ستوري، يعني انا حاسه ممكن نقرا، يعني ممكن نعملها من هنا احسن، بعد كده نبقى نرجع للسلايدز دي. دي بتلخص كل الكلام اللي فوق، او بتوضح كل الكلام اللي فوق. ايه بقى اهم حاجه عندنا؟ الستوري كارد دي بتبقى المين انبوت. احنا اول حاجه بناخد اليوزر ستوري دي، او الستوري كارد، او اليوزر ستوري، يعني هي الستوري كارد بيكون جواها اليوزر ستوري يعني، بس از كارد يعني. ماشي تمام. بعدين بنقسمها اهي، بريكس زيس او اليوزر ستوريز دي انتو تاسكس. بعدين بنستيميت، بنحسب الايفورت والريسورسز اللي هي محتاجاها. بعدين ايه، بنجيب الكاستمر علشان يعني بيكون انفولفد معايا برضو في الخطوه دي، وبنقعد ندسكس معاه اليوزر ستوريز دي. بندسكشن معاه يعني. بعدين بنعمل ايه، بنعمل لها، بنرتبها بقى على حسب الاولويه. بعدين كل او كل تاسك، اعتقد كل تاسك، ثانيه كده، لا مش كل تاسك، شكل ماشي، مش كل تاسك، لا هو كل يوزر ستوري تاخد اباوت ايه 2 weeks، او مش كل يوزر ستوري برضو، اليوزر ستوريز اللي انا مختاراها في الريليز دي بتاخد ايه، او الريليز عامه بتاخد ايه about 2 weeks، علشان اعمل النكست ريليز. بعدين ايه الريكويرمنتس تشينج،
والحاجات لو حصل اي تغيير في وسط الديفلوبمنت بتاعي او في وسط الريليز بتاعي او حصل او اكتشفنا ان في يوزر او ستوريز حصلها تشينج او ما اتعملهاش امبلمنت, لا احنا بنديسكارد للحاجات دي في الريليز ده, بس بنأجلها للريليز اللي بعده. ماشي, هي يعني هي دي نيو بن بن بتبقى هي بقى في الريليز اللي بعده بتبقى نيو ستوري, يعني نيو يوزر ستوري عادي جدا, يعني يوزر ستوري جديدة بس في الريليز اللي بعده. ماشي ماشي. طيب خلينا نرجع تاني, هو بيقول نفس الكلام هنا, بيقول نفس الكلام هنا ان الكاستمر بيكون معايا انفولد معايا من في خطوة ان احنا بنعمل سبيسيفاي وبريوتريز للريكويرمنتس دي. ماشي اهو احنا والكاستمر بنقعد ندسكس لحد ما بنوصل لي ستوري كارد, وندور بالستوري كارد اللي هنشتغلها بس يعني ده الكلام. دي بقى شكل اليوزر ستوري. احنا زي ما قلنا ان اليوزر ستوري احنا بنقسمها لتاسكس, يعني معنى كده ان اليوزر ستوري جواها اصلا مجموعه تاسكس, صح؟ ده الستوري كارد اللي احنا كنا بنتكلم عنه, هو ستوري كارد بيشرح اليوزر ستوري دي. عايزه اعمل بريسكرايبنج ميديكيشن, ممكن تقروها انتوا يعني. يعني بنقول اهو ان الكاد ده اذا دكتور عايز يعمل بريسبكتيف medication for patient attending a clinic, يعني هو بيحكي, يعني هو بيحكي حكاية بقى, بيحكي هو عايز يعمل ايه بس من وجهة نظره بلغته هو. ماشي, دي برضو حاجة زيها, دي حاجة زيها برضو اهي التاسك كارد اللي فاتت دي اللي هي prescriptive او prescribing medication, احنا قسمناها ايه لتاسك واحد او تاسك وان ان هو عايز يتشينج الدوس, وان هو عايز هو ايه الكلام ده مش عارفه اقراه ليه, وان هو تالت حاجة عايز يدوس checking. فانا قسمتها ليه, قسمتها لتاسك, ده كل الغرض اللي احنا عايزين نتكلم فيه. طيب في حاجة بقى بنعملها في الاكس بي اسمها سبايك. ايه السبايك دي؟ فاكرين البروتوتايب؟ هي دي زيها البروتوتايب. السبايك هي شبه البروتوتايب. طب احنا كنا قلنا ان البروتوتايب دي بعملها لحاجة انا مش فاهمها كويس, فبرسم رسمة كروكي كده للكستمر عشان افهم منه اكتر. فدي بتتعمل ليه؟ بتتعمل ليه الاسئلة اللي احنا مش عارفين او مش سهلة ان احنا نعرف اجابتها, فبنعمل ده رسمة كده كروكي لبروتوتايبنج اورتيريال ديفلوبمنت, حاجة كده كروكي على ورق علشان نأندرستاند البروبلم دي والسيشن بتاعها. البروتوتايبنج دي بقى في الاكس بي اسمها سبايك. بس ثانية دي يعني بتقول لك ان هي يعني ده مش يعني ما بيكونش فيها اي بروجرامنج, هي مجرد مجرد يعني رسم كروكي كده بنفهم فيه اكتر اليوزر ستوري دي لو احنا مش فاهمينها. طيب هنا بيقول بقى ان الاكستريم بروجرامنج تيكس ان اكستريم ابروتش تو انكريمنتال ديفلوبمنت, ان النيو فيرجنز بتطلع كل افري 2 ويكس, افري 2 ويكس بنعمل ريليز جديد. الديدلاين ده ما ينفعش يتاخر, نيفر سليبت, ما ينفعش يتاخر خالص. لو خلاص انتوا ما في يعني في حاجات ناقصه او في حاجات ما اتعملتش خلاص بتتاجل لي الريليز الجاي. ماشي, بعد ما البروجرامر يخلص ديفلوبمنت لازم يرن اول اكزيستنج اوتوميتد تيستس اللي احنا كنا عاملينها قبل ما نعمل ديفلوبمنت, لازم يعملها رن علشان نقول ان هي خلاص تمام ويحصل لها ريليز, نقول ان هي اكسكيوت سكسسفولي ويحصل لها انتجريتد مع باقي اللي هي السوفت وير. طيب الاكس بي بقى مع كومينج ويز تشينج. ايه هو الكومينج ويز تشينج؟ احنا قلنا ليه حاجتين, change tolerance و change avoidance. avoidance دي كانت معناها ايه؟ كان معناها ان انا بتسكس مع الكاستمر واقول له new features او new حاجات او new حاجات ماشي new features ماشي ممكن تتضاف, ممكن تتضاف قبل ما ابدا coding عشان اتفادى اي change ممكن يحصل. طب change tolerance كانت معناها ايه؟ كان معناها ان انا بعمل الكود بتاعي simple او ينفع ان هو يتعدل فيه, او مثلا حاجه تتعمل generic علشان يبقى التعديل اسهل. طيب هل كان ده موجود في الاكس بي؟ لا لا, هو بيديسكاردو البرنسبل ده, بيديسكاردو المبدا ده.
هل هم بيهتموا بده؟ لا، هم خلاص عملوا ديسكارد للمبدأ ده، وان هم شايفين ان احنا نديزاين على نديزاين فور تشينج ده بيعتبر ان هو بيهدروا الافورت بتاعهم، ويست اوف افورت، فمش بيعملوا كده. الاكس بي بقى بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها ريفاكتورنج. يعني ايه بقى ريفاكتورنج؟ فاكرين لما كنا قلنا من عيوب الانكريمنتال ديفلوبمنت ان بيحصل ديجريد على الاستراكشر بتاع السوفت وير؟ فاكرين. طيب هما بقى اكتشفوا ان الديجريد ده بيحصل بسبب ان الكود احيانا بيكون فيه دبل كده، يعني فيه كود متكرر، او ان حاجات ريوزبل مستخدمه بشكل مش صح او بطريقه غلط. فقالوا ان الحل لكل الحاجات دي، او الاكستريم بروجرامينج شافت، او الاكس بي شافت ان الحل لكل المشاكل دي، او ازاي نحل المشكله دي، ان احنا نعمل ريفاكتور. يعني ما ريفاكتور؟ ان احنا بنشيل اي دوبلكت كود بين ريمينينج اتريبيوتس وميثود علشان تكون ريدبل، و وان مثلا لو لقينا كود متكرر كذا مره ممكن ناخد سطور الكود دي ونعملها في ميثود ونستخدمها نعملها كل وقت ما نعوزها. فدي تالت حاجه. طيب ال اسمه ايه، الاكس بي بيعملوا الحاجه دي او بيعملوا امبروفمنت دي immediately، وهم بيكتبوا الكود كل ما يكتشفوا ان ممكن الحاجه دي يحصلها ريفاكتور احنا بنقعد نريفاكتور على طول. يعني كل شويه نعمل ريفاكتور للكود بتاعنا على حد ما يوصل ان هو يكون ريدبل او سيمبل على قد ما نقدر. ماشي، بس هل ده بيحصل؟ يعني هل ده دايما بيحصل؟ لا، الحقيقه لا. ليه؟ لان انت عندك اصلا ضغط وقت، يعني انت عايز ترابد. انا كل شويه اقولها، بس احنا هدفنا ده كله ان احنا نعمل رابد ديفلوبمنت ورابد ديليفري. ففكره ان انا كل شويه ابص اشوف ان الكود ده لازم يحصل له ريفاكتور، لا مش هيبقى ريدبل، الحاجات دي كلها مش بنقدر نعملها. ان احنا اهو ان احنا عندنا دايما بريشر على الديفلوبمنت ان هو ما يتاخرش، فبنعمل ديلي للريفاكتور دي. فعاده ان الريفاكتورنج بيحصل له ديليت، ماشي، عشان التايم ما يسمحش. التايم مفيش وقت مفيش وقت حرفيا مفيش وقت، فما مش وقت ريفاكتور، ممكن ناجله. ما يبقى عندنا وقت يبقى نعمل ريفاكتورنج. ماشي، انا كنت عايزه اقول حاجه بس نسيت، كنت عايزه اقول حاجه فعلا. طيب في الاكس بي احنا قلنا ان احنا بنعمل تيست فيرست ديفلوبمنت، بنعمل تيست الاول بعدين بنعمل ديفلوبمنت. انكريمنتال تيست ديفلوبمنت فروم سيناريوز، احنا بنجيب التيست ديفلوبمنت ده او بنعمل تيست كيسز دي من اليوزر ستوريز. اليوزر انفولفد معايا برضو في التيست ديفلوبمنت والفاليديشن، اليوزر بيكون معايا ويوز ذا يوز اوف اوتوميتد تيستينج فريم وركس، بنعمل اوتوميتد تيست. انا بس عايزه اقول حاجه اهي ماشي، ان احنا لما بنعمل تيست قبل ما تبدا كود انت ده بيسمح لك او بيخليك تكتشف مشاكل، اهو ديسكفر بروبلمز ديورينج ديفلوبمنت، قبل ما تبدا كود انت بتكتشف المشاكل دي فبتعمل عليها تيستات او بتديزاين تيستات على اساس كده. فما تيجي تعمل كود الكود بتاعك يبقى احسن. يعني انت جت في دماغك كل التيستات الممكن او كل البروبلمز ممكن تحصل، فممكن اتفاداها وانا بكتب الكود. فدي من اهميه ان احنا نتست قبل ما نكتب كود، ودي اللي بتستعملها ايه الاكس بي. ماشي، وبيقول هنا ان الابروتش ده ممكن يتحقق في اي بروسيس يكون في كلير ريليشن شيب، في ريليشن شيب واضحه ما بين السيستم ريكورنت والكود امبلمنتنج للريكورنت دي. لان احنا قلنا ان الستوري كارد اللي بتشرح الريكورنت دي بتتقسم لتاسكس، وكل تاسك بيحصل لها زي يونت اوف امبلمنتيشن او بيحصل لها امبلمنتيشن لوحدها، يعني بعدين يعمل انتجريتد للتاسكس دي. ماشي، بصوا هو السكيب بتاع السلايدز ده بناء على يعني ناس حضروا المحاضره وقالوا ان الدكتور ما اتكلمتش عن الكلام ده. ماشي، فده بناء على السكيب السكيب اللي بعمله. فلو في اي حاجه اتشرحت وانا ما قلتهاش ممكن تبعتولي، وان شاء الله المحاضره اللي جايه اشرحها. ماشي، بس يا ريت بدري يعني. طيب طيب دور بقى الكاستمر ايه؟ دور الكاستمر ايه في التستنج؟ ان هو بيعمل الاكسبتنس تيستس.
والاكسبتنج تيستس او الاكسبتنس تيستنج في الاكس بي بيبقى زي الديفلوبمنت بالظبط انكريمنتال، ان مع كل ريليس بعمل تيست للديفلوبمنت اللي جاي وبعدين بعمل الديفلوبمنت بعدها. هنا كده دي كده التست كيس بتاع اليوزر ستوري اللي هي اسمها او التاسك بتاعت دوس تشيكينج. انا بعمل تيست لكل تاسك ماشي، بيقول لي ايه هو الانبوت وايه هو التستس وايه هو الاوتبوت المفروض يطلع وبس. ده يعني دكتور شافت الشكل بس عشان توريهم الشكل ماشي. فخلينا ندخل بقى على الحاجه اللي بعدها اللي هي البير بروجرامينج. ايه بقى البير بروجرامينج اللي عمال اقول عليه من الصبح دي؟ ان اتنين بروجرامرز قاعدين مع بعض، ان البروجرامرز في الاكتيفي بيشتغلوا بيرز ان بيرز، كل اتنين بيشتغلوا مع بعض وبيقعدوا مع بعض في نفس الايه الورك ستيشن. من مميزات بقى حاجه زي كده ان بتعلي عندنا الايديه بتاعت الاونرشيب والريسبونسبيليتي فور ذا سيستم، ان كل واحد بيكون متحمل مسؤوليه الشغل اللي هو بيشتغله تمام. وبتكون بمثابه انفورمال ريفيو، بيكون انفورمال ريفيو يعني بيحصل ريفيو على طول. ليه؟ لان في اتنين شغالين، يعني في اتنين باصين على الكود، فكل شويه يعني مثلا الشخص اللي قاعد او بيكونوا ازاي، بيكون واحد قاعد بيكتب كود والتاني انفستيجيتور كده بيبقى قاعد جنبه، لا انت كاتب هنا انت ممكن تعملها في ميثود فشيل ده واعمله ميثود، فبيعملوا ريفاكتور على طول وبيعملوا تحسين للكود على طول ماشي. وده طبعا بيقلل ايه كنت لسه بقولها ايه، ان هو بيسبورت الريفاكتور، ان اتنين قاعدين مع بعض فكل شويه ممكن نغير في دي نحطها، لا اعمل فاريبل اسمه كذا، لا اعمل ده في فاريبل بره، لا اعمل دي في ميثود بره وهكذا. فمن اهم مميزات الاكس بي او مميزات البير بروجرامينج في الاكس بي ان الاونر شيب، كل واحد بيبقى متحمل مسؤوليه الشغل اللي بيشتغله. الانفورمال ريفيو ان بيكون ريفيو بس انفورمال على سطور الكود لان في اتنين شايفينه وبتسبورت الايه اير فاكتور. طيب ده اللي انا شرحته في الاكس بي. لو في اي حاجه اتقالت في المحاضره وانا ما قلتهاش ممكن تقولولي، بس عايزين بقى ندخل في الايه في السكرام ماستر. مبدئيا كده هنتكلم عن السكرام بره، بعد كده نشوف السلايدز. طيب السكرام باختصار او مش باختصار بصراحه بالتفصيل بس احنا قلنا ان هناك في الاكس بي انا بشيل مصطلح الريكويرمنتس ده وبحط بداله مصطلح اليوزر ستوريز. هل هنا تتغير؟ لا مش هتتغير، هي اسمها يوزر ستوريز برضو. بس انا بعمل ايه؟ باخد اليوزر ستوريز دي احطها في حاجه اسمها برودكت باك لوك. بيكون جوه البرودكت باك لوك دي كل اليوزر ستوريز اللي انا لازم اعملها. حلو. بعدين باخد حبه من البرودكت باك لوك دي واعملها بحطها في حاجه اسمها ايه سبرنت باك لوك. ده ينقلنا لحاجه يعني سبرنت. مش فاكرين هناك في الاكس بي قلنا ان احنا بنعمل ريليزز؟ طيب مش في ال اسمه ايه انكريمنتال ديفلوبمنت اصلا كنا بنقول ان احنا بنعمل فيرجنز، هي هنا اسمها سبرنت ماشي. بس مش قوي، بس يعني هي الحاجه اللي انا هعملها دلوقتي، يعني الفيرجن اللي انا هشتغل عليه دلوقتي، الريليز اللي انا هشتغل عليه دلوقتي دي السبرنت. السبرنت اللي انا هشتغل عليها دلوقتي او مجموعه اليوزر ستوريز اللي انا هشتغل عليها في الفتره دي او في الريليز ده او في الفيرجن اللي انا هطلعه هنا ماشي. مش السبرنت دي بتاخد قد ايه؟ بتاخد برضو نفس الفكره من 2 ل 3 ويكس. طيب ايه بقى يعني امتى انا بختار حبه دول واقول عليهم ان دول في السبرنت باك لوج؟ في حاجه اسمها سبرنت بلاننج ماشي، في حاجه اسمها سبرنت بلاننج ماشي، او اسمها سيليكشن. يعني هنا في السلايدز اللي اسمها سيليكشن. السيليكشن ده بيحصل في السبرنت بلاننج. السبرنت بلاننج ده ميتنج ماشي، بنحدد فيه ايه اليوزر ستوريز اللي احنا هنشتغل عليها السبرنت دي. حلو. طيب بعد ما نحدد او بعد ما بنعمل البرود او بعد ما بنعمل قصدي السبرنت باك لوك بنعمل ايه؟ بنعمل نفس السايكل تاني. ايه السايكل؟ اناليسيس ديزاين امبلمنتيشن وتستنج.
اه بنعمل تاني، بنعمل ده لمدة اسبوعين او 3 اسابيع ماشي. وكل يوم كل يوم كل يوم بنعمل حاجة اسمها ديلي ديلي، كل يوم ستاند اب على الواقف ميتنج. يعني ايه يعني ميتنج على الواقف؟ بيتعمل كل يوم. يعني ايه ميتنج على الواقف؟ يعني بياخدش اكتر من 15 منت. يعني ايه برضو؟ او بنعمل فيه ايه؟ كل الناس بتحضر، كل تيم بيحضر. ايوه يعني بنعمل فيه ايه برضو؟ بنجاوب على 3 اسئلة، كل واحد في التيم بيجاوب على 3 اسئلة. ايه هما ال3 اسئلة؟ امبارح عملت ايه، النهاردة هتعمل ايه، وايه هي العوائق اللي واقفة قدامك، او ايه هي المشاكل اللي واقفة قدامك. ده في الديلي ستاند اب ميتنج. فكلنا كلنا بنكون شايفين شغل بعض، كلنا عارفين كل واحد فينا وصل ليه. لحد اخرنا بنسلخه، يعني بنكون عارفين مين اللي اخرنا. ماشي ماشي. طيب خلصنا خلصنا خلصنا، هل خلصنا السوفت وير؟ لا، احنا خلصنا السبرنت دي. طيب بعد ما بنخلص السبرنت دي بيطلع حاجه اسمها الوركينج سوفت وير. فاكرين فاكرين الوركينج سوفت وير دي كنا قلنا عليها برضو انكريمنت. بيطلع انكريمنت ماشي، بيطلع حاجه بترن، بيطلع حاجه بترن. انا بكررها كتير، بيطلع وركينج سوفت وير، حاجه ممكن اليوزر يجي يشوفها. فتعالى يا يوزر بقى، تعالى يا يوزر، هيجي امتى؟ هيجي في ميتنج اسمه سبرنت ريفيو. سبرنت ريفيو بيجي الكاستمر يتشك على الوركينج سوفت وير ده، او الحاجه اللي بترن ده، او على الانكريمنت دي، وبعدين يتشك عليها، هل عجبك؟ هل عايز تضيف حاجه؟ اه عايز اضيف. طب لا او استنى، اه عجباني خلاص. دي السبرنت دي خلصت، او مش السبرنت دي خلصت، لا يعني الانكريمنت ده ممكن نشحنه. يعني ممكن نشحنه؟ يعني خلاص كده، يعني ده بيرن وتمام كده، مش هنعمل فيه اي تعديلات وملهاش اي حاجة ممكن تتعمل عليها ماشي. طيب الاستاذ في حاجة عايز يغيرها، في تشينج عايز، او في ريكويرمنت عايز يزودها، في يوزر ستوري اضافها جديدة على الوركينج سوفت وير دي، هل هنعملها في السبرنت دي؟ لا خلاص السبرنت خلصت، امال هنعملها امتى؟ في السبرنت الجاي. زي هناك في الاكس بي كنا قلنا لو في اي تشينج بيعملوا فيه الريليز الجاي، هنا برضو نفس الفكره، انا بعملها في السبرنت الجاي لو في اي تعديلات. يبقى في السبرنت ريفيو بيجي الكاستمر يتشيك على الوركينج سوفت وير دي، او على الحاجه اللي بترن دي، او على الانكريمنت ده، عجبه خلاص، ما عجبوش خلاص، بنعمل التعديلات عليه بتاعته، بنعمل التعديلات بتاعته في النكست سبرنت او السبرنت الجاي. ماشي ماشي. طيب وبعدين في الاخر، في الاخر احنا على طول السبرنت دي بنتعلم حاجات، الحاجات دي اللي بنتعلمها دي بنشوفها فين؟ في حاجه اسمها السبرنت سبرنت انا مش فاكره ايه، سبرنت ريتروسبكتيف ميتنج. سبرنت ريترو سبكتيف ميتنج. طيب في الميتنج ده بعمل ايه بقى؟ في الميتنج ده بشوف انا مفروض اوقف اعمل ايه، اكمل حاجه عجبتني وساعدتنا في الشغل، طب اكمل اعملها، وحاجه ثالثه حاجه ابطل اعملها، حاجه عجبتني واكمل اعملها. تقريبا هم دول يعني، هنشوفها في السلايدز. طيب وبعدين، او قبل ما نقول وبعدين، الديلي ستاند اب ده قلنا بيتعمل كل يوم، السبرنت بلاننج دي بيتعمل في اول كل سبرنت، في اول كل سبرنت بعمل السبرنت باك لوك ماشي، السبرنت ريفيو في اخر يوم، والسبرنت ريتروسبكتيف في اخر يوم. دول بيتعملوا او بياخدوا ساعتين، ده بياخد على 15 دقيقه زي ما قلنا، وده بياخد ايه ساعتين، وهي كانت مكتوبه هنا 8 ساعات، بس يعني هو المتعارف عليه ساعتين، يعني هو بتوصل في الاخر ان هي ساعتين، مش بنقعد 8 ساعات يعني نعمل سبرنت بلاننج. طيب في 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 تو رولز، في تور او ثلاثه بقى، في ثلاثه رولز. اول حاجه مين بقى اللي بينظم عمليه السكرام دي؟ حاجه اسمها سكرام، او شخص اسمه سكرام ماستر ماشي، سكرام ماستر ده اللي بينظم لي الفكره دي. طب بينظمها لي ازاي؟ ده بيحمي الديفلوبمنت تيم من الحاجات الاكسترنال دايركشن، مش بيخليهم يفكروا في حاجات تانية، لا هم مفكرين في الشغل بتاعهم، بيوفر لهم كل الوسائل اللي تخليهم مركزين في الشغل بتاعهم بس. بيعمل ايه؟ بيأرنج الديلي ميتينجز، بيعمل الميتينجز دي هو اللي بينظمها، وبينظم كل الميتينجز على فكرة. بيعمل ايه تاني؟
بيشوف بيقيس البروجرس بتاع الشغل بتاعنا والباكلوك، بيشوف اي ديسيشن عايزين ناخدها، هو اللي بيعمل لها ريكورد. هل هو بياخد ديسيشن؟ لا، هو بيسجل الديسيشن بس، بيمجر زي ما قلنا للبروجرس، وهو اللي بيتواصل مع الكاستمر. ماشي. طب تاني رول معانا حاجه اسمها برودكت باكلوك. البرودكت باكلوك هو اللي بيعمل البرودكت اونر ده بيبقى زي ريبريزنتيتيف للكاستمر، هو اللي بيقعد معاه، وهو اللي بيكون فيه او بيكون موجود يعني في السبرنت بلاننج، هو اللي بيعمل ايه السبرنت باكلوج، هو اللي بيعمل برضو البرودكت باكلوج. ماشي ماشي. في حاجه تانية عايزين نقولها؟ البروسيس بقى اللي احنا قلناها دي كلها ممكن نلخصها في ثلاث حاجات. ايه هما ثلاث حاجات؟ اول حاجه انا بعمل اوتلاين بلاننج، هنا اكتبها اوتلاين بلاننج. بعمل ده ازاي؟ ان انا بقول او بشوف الاوبجكتيف، الغرض من ان انا اعمل البلاننج ده، وبعمل ديزاين للاركتكتشر بتاعي. بعدين بمشي سبرنت سايكل، اللي هي ايه؟ السايكل العادية، السايكل العادية اللي هي السبرنت سايكل، يعني كل شوية طلع سبرنت، او كل شوية طلع فيرجن انكريمنت. هي كلمة هنا او اللي انا كنت قلت ان هي زي ريليز وزي فيرجن، هنا اسمها انكريمنت مش سبرنت. سوري مش سبرنت، لا سبرنت دي البروسيس، لكن الحاجة اللي تطلع اسمها انكريمنت، ده في السكرام. ماشي. واخر حاجة بنعملها البروجكت كلوجر، ان احنا بنتعلم دي ليسونز، الدروس اللي احنا بناخدها من السبرنت دي او من البروسيس اللي احنا عملناها دي. طيب السبرنت بيحصل فيها اربع عمليات، هي باينة برضو من الكلام اللي احنا قلناه. اول حاجة الاسسمنت، ان انا بحدد ايه الورك to be done. ماشي. بصراحة انا عندي اعتراض هنا، ان دي يعني دي المفروض قصدهم البرودكت باكلوج، يعني مش السبرنت باكلوج، دي مقصود بيها الشغل اصلا، اليوزر ستوريز اللي احنا عايزين نعملها اصلا. بعدين بعمل سيليكشن، دي بقى السبرنت باكلوج، دي اللي انا بقول فيها ايه الفيتشرز اللي انا هعمل لها سيليكت في السبرنت دي. بعدين بعمل امبلمنت الديفلوب عادي، امبلمنت اللي هو الديفلوب والتستنج. بعدين بعمل ريفيو، اللي هو اللي بيجي الستيك هولدر في الاخر ويعمل ريفيو للشغل بتاعه. تيجي بقى نروح على السلايدز، كفايه رغي كده، تعالوا بقى نروح على السلايدز. ماشي. طيب زي ما قلنا هنا كده، ان احنا اول حاجه بنعملها اوتلاين بلاننج، ونحدد الاركتكتشر والديزاين بتاعنا. بعدين بنعمل اسسمنت، بنحدد ايه الورك اللي تو بي دون. بعدين بنعمل سيلكت، بنحدد اليوزر ستوريز اللي احنا عملناها في السبرنت دي. بعدين بنعمل ديفلوب، بعدين بنعمل ريفيو، ونمشي السبرنت كده. ده السبرنت سايكل يعني. بعدين بنعمل ايه؟ بروجكت كلوجر. ماشي. السبرنت اهي دي السنترال فيز، دي الفيز بتاعتنا، دي الفيز بنقول عليها سبرنت، ودي اللي بتمشي السبرنت سايكل بتاعتها. السكرام سبرنت از ا بلاننج يونت، دي البلاننج يونت بتاعتنا سبرنت. بنعمل اسسمنت للورك تو بي دون، بعدين بنختار سيليكشن، بعدين ايه بنعمل امبلمنت، نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه. بعدين في الاخر بنعمل ديليفر للستيك هولدرز. بصوا كنت سالت باشمهندس اللي جه يعني ان هل ان احنا كل سبرنت بنعمل ديليفري، يعني احنا بنروح نعمل بقى ديبلويمنت للسيستم ده عند اليوزر. قال لي مش شرط، يعني على حسب، لو الفيتشرز الاساسيه معموله او خلاص تمام شغاله ممكن نعمل ديبلويمنت، لكن مش شرط ان احنا بنعمل ديبلويمنت عند الكاستمر. يعني هو عاده في السبرنت، في اخر السبرنت بيجي يشوف وركينج سوفت وير، مش شرط نعمله ديبلويمنت يعني، بس ممكن نعمله ديبلويمنت وممكن لا، يعني على حسب الفيتشرز اللي اتعملت. ماشي. بس يعني حبيت اقول لكم طيب مده السبرنت بتبقى من 2 ل 4 ويكس. الستارتنج بوينت اوف فور بلاننج، دي بنعمل برودكت باكلوج اللي احنا قلنا اول حاجه، دي الليست اوف ورك تو بي دون، دي في بتحصل فيه الاسسمنت فيز. يعني الاسسمنت فيز اللي احنا قلناها ان احنا بنحدد ورك تو بي دون، دي اللي بتتعمل فيها ايه البرودكت باكلوج. بعدين بنعمل بنحدد البريوريتيز بتاعتها مع الكاستمر وهكذا. وفي السيليكشن فيز اهي، بنختار بقى اول بروجكت التيم، والكاستمر بيسيلكت الفيتشرز اللي تتعمل في السبرنت دي during the sprint. بعدين اول ما once these كل الناس دي بتتفق مع بعض،
بيعملوا اورجانيز ذيمسيلف عشان يعملوا ديفولب. ماشي، قلنا كل يوم بيعملوا شورت ديلي ميتنج، ده الستاند اب ميتنج، بيرفيو البروجرس كل يوم وبيجاوب على 3 اسئله قلناها. وديورنج ذس اهي isolated from the customer، ما بيكونش ليه علاقه بالكاستمر، الديفلوبمنت تيم ما بيكونش ليه علاقه بالكاستمر، وبيعمل كده ان هو بيبعدهم عن كل الدايركشنز دي، ده السكرام ماستر. ماشي، الرول بتاعه السكرام ماستر اهي ان هو بيبروتكت الديفلوبمنت تيم فروم اكسترنال ديستراكشن، هو بيعمل كل ده، يعني هو بيعمل الحاجات اللي بره دي، مش دعوه، ركزوا في اللي انتوا فيه. ماشي، لكن في السكرام في الاكس بي ما بيحصلش كده، ما بيحصلش كده، احنا في الاكس بي احنا قاعدين دايما مع بعض. سوري، هو انا اقصد ان اللايك الاكس بي، الاكس بي بيعمل بقى تيست فيرست ديفلوبمنت، ده كله ما بيحصلش هنا، يعني ده مختلف شويه عن الاكس بي. ماشي، في الاخر برضو الكاستمر بيجي بيريفيو ويتشيك على اللي احنا عملناه. طيب السكرام ماستر قلنا هو ان هو فاسيليتيتور، وفي كده كلمه بتتقال عنه اعتقد هي مش موجوده هنا، بس هي كانت تقريبا امبيدمنت ريزولفر، دي كلمه مشهوره قوي بتتقال عن السكرام ماستر، اعتقد هي موجوده هنا بس مش عارفه فين. ماشي، هو بيعمل ايه؟ بيارنج الديلي ميتينجز، بيتراكس الذا باك لوج تو ورك اوف ورك تو بي دون، وبيريكورد الديسيشنز، وبيميجر البروجرس، وبيكومنيكيت ويز كاستمر بعيد عن الديفلوبمنت تيم. ماشي، ده الستاند اب ميتنج، وانا بناخد 15 دقيقه، ده بيكون شورت وبنركز فيه قوي، بنشير الانفورميشن، بنقول 3 اسئله اهو، اول حاجه احنا عملنا ايه امبارح، هنعمل ايه النهارده اهي، وايه العوائق اللي قابلتنا، كل واحد بيقول كده، everyone on the team كل واحد بيعمل كده، فبيؤدي ان everyone on the team بيبقى عارف ايه اللي بيحصل، يعني كل واحد بيبقى عارف ايه اللي مين بيعمل ايه. ماشي، كل واحد بيشارك في الميتنج ده وبس. برودكت باك لوج دي قلنا دي الحاجات اللي المفروض تتعمل، دي كل اليوزر ستوريز اهي، ليست اوف يوزر ستوريز فاليو. ماشي، بيحصل لها مين اللي بيعمل بريوريتايز للبرودكت باك لوج دي؟ البرودكت اون. ماشي، وكل سبرنت بنحدد الاولويه مين اللي يتعمل الاول. ماشي، طب اليوزر ستوريز بقى بتكتب ازاي؟ اليوزر ستوري بتكتب كده از ايه، اسمي، اصل اقول لك على حاجه، مش في كذا ستيك هولدرز، احنا قلنا الستيك هولدرز دي اي حد ليه علاقه بيه السيستم، ففي كذا واحد، في كذا حد، فاحنا محتاجين نقول از ايه، واقول انا مين، انا مين من اليوزر ستوريز، اي وونت، ايه الجول اللي انا عايزه احققه، سو اي كان، ايه الريزون اللي او ايه البنفيت اللي انا هستفادها اهي، هو الرول، انت كاستمر ولا امبلوي ولا ادمن ولا ايه، وات الجول اللي انت عايز توصل له، ايه البنفيت اللي هيعود عليك ما تحقق ده. فلو جينا كده الاكزامبلز، as a registered user I wanted to change my password so I can keep my account secure. فانا قلت as a، ده اسمي انا، انا مين من الستيك هولدرز، I wanted to، ده الهدف اللي انا عايزه او الجول اللي انا عايزه اوصله، وايه الفايده اللي هتزود عليا، ودي امثله عليها. يبقى الباد يوزر ستوريز اي، يعني انا لما اقول انا از ديفلوبر، دي الباد يوزر ستوريز، انت مالك، احنا بنقول يوزر ستوري، يعني اليوزر هو اللي بيقولها، الستيك هولدر اللي هو اليوزر، يعني الاند يوزر، انت مالك يا ديفلوبر، ما تقولش انت عايز ايه، انت مالكش حق تقول، يعني مش بتاعتك دي، اليوزر ستوري ملوش علاقه بالديفلوبر، فاز ديفلوبر دي باد يوزر ستوري من غير ما نقراها حتى. هنا بيقول ان الديفلوبر الغلبان ده او ده اليوزر، فاليوزر بيكون شايف الحاجه بيس اوف كيك، يعني سهله جدا وتتعمل، وبيكون شايفها من وجهه نظر من فوق كده ومش شايف اي تفاصيل، لكن الغلبان بيكون شايف الجي او اي كود والحاجات دي كلها، والدي بي والهاردوير والحاجات دي كلها. طيب من الحاجات اللي احنا بنعملها في السكرام ان احنا بنعمل التو دو والدوينج ودون، يعني ايه؟ يعني دي تو دو، دي الريكويرمنتس اللي احنا محتاجين نعملها، الدوينج اللي هي اللي احنا بنعملها اصلا، والدون دي اللي خلصت. ماشي، دي احنا بنقول الريكويرمنتس هنا، ودي الحاجات اللي بيحصلها ديفلوبمنت، دي حاجات بيحصلها تيستينج، دي حاجات، فاحنا بنقسمها كده على اساس ان كل واحد لما يخش الشركه كده الصبح ويشوف الستيكي نوت ستيكي على الحاجه بيكون متخيل ايه اللي ناقصه، ايه اللي وصل له، ايه هو البروجريس اللي احنا وصلنا له، وهكذا. وتاني حاجه بتتعمل هي البرين داون شورت. البرين داون شورت دي زي ما هو بيقول لي اهو، بتقيس الفيلوسيتي، انا ماشي كويس ولا ريتمي بطيء،
فمحتاجة أسرع الرتم شوية. هنا بتوضح إن ده الورك ريميننج ودي السبرنت، دي مدة السبرنت يعني، أو دي الديز بتاعة السبرنت، ومن خلالها بعمل حسبة كده اللي هي الريت فين. دي الورك ريميننج بقسمها على الريت، بيديني دايز تو كومبليشن، فبعرف انا ناقص لي وقت قد ايه ان انا اخلص. وريت اوف برودكتيفيتي دي بتوريني انا بشتغل، يعني مثلا بشتغل 20 ساعة في اليوم، 50 ساعة قصدي في اليوم، فما بجيب الورك ريميننج دي، او ما بجيب قصدي دايز تو كومبليشن، الوقت اللي انا عايزاه اعمله عشان اخلص. ممكن ازود، ممكن ده يدفع ان انا ازود الريت اوف برودكتيفيتي علشان انجز، عشان ما يكونش الريتم بطيء. دول اللي احنا شرحناهم، الرولز بتاعه البرودكت اونر والسكرام ماستر والتيم. التيم ده اللي هو الديفلوبمنت والتسترز والحاجات دي، الناس دي. الميتنجز اللي هي السبرنت بلاننج، السبرنت ريفيو، ريتروسبكتيف، والديلي سكرام ميتنج. الارتيفاكتس اللي بتطلع اللي هي البرودكت باكلوج والسبرنت باكلوج والبرن داون شورت. وبس دي كانت محاضرة النهاردة. لو في اي حاجة اتقالت وانا ما قلتهاش ممكن تقولي لي واشرحها المحاضرة الجاية. شكرا جدا لوقتكم.